أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القواسمي من محافظة قنا. طبعا في ختام المراجعات النهائية التي يقدمها موقع وصفحة أهل مصر لطلاب الثانوية العامة، نلتقي اليوم مع الأستاذ حمادة أبو الشيخ، معلم خبير مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية العامة، ليقدم لطلاب الثانوية العامة وبالتحديد شعبة علم رياضة مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، والتي سيعقد امتحانها غدا الخميس، فتابعونا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. مسك الختام لكل طلاب الثانوية العامة، بإذن الله ربنا يفرح كل طالب الثانوية العامة والثانوية الأزلية. أولا أحب أقدم الشكر لأسرة جريدة أهل مصر على هذا المبلوغ، هذا بس مباشر. إن شاء الله ربنا يسهلها إن شاء الله، ويكون مادة الجبر إن شاء الله مادة سهلة إن شاء الله، ونختم بها إن شاء الله ختام إن شاء الله. أولا طبعا زي ما نفس سيستم الاستاتيكا والديناميكا والتفاضل، أنا عندي 20 سؤال. 20 سؤال دول منهم 18 مقال، منهم سؤالين 18 اختيار متعدد باثنين مقال، اثنين ايه؟ مقال. الطلع كله بيبقى 30 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم، أول سؤال معايا هخش بس أطلع عشان السؤال معايا هندسة فراغية وجنب فاكتر شوية من هنا. مساحة المثلث الذي أول أضلعه نص مضروب نون، نص مضروب نون ناقص 2 مضروب 2 ناقص نون. طبعا عندي مضروب هنا لازم يا استاذ بجد الكميه اللي هنا تكون اكبر من او تساوي صفر، ما ينفعش كميه تكون كميه سالبه. فلو لاحظت هنا خلي واحد على جنب نون ناقص 2، يعني لازم نون تكون اكبر من او تساوي 2. 2 ناقص نون ولازم نون تكون اقل من او تساوي 2، فالحاجه الشاركه بين اللي هنا واللي هنا اللي هي 2 فقط، اللي هي 2 فقط. فبالتالي تبقى اضلاع المثلث معايا نص مضروب 1 مضروب 2، والثاني بقى 2 ناقص 2 يبقى 0، والثالثه 2 ناقص 2 برضه 0. فيبقى عندي اضلاع المثلث الاولى نص مضروب 2، يعني نص في 2 دي 1، وهنا 1 وهنا 1. دي اضلاع المثلث، يعني كده معايا المثلث انا مثلث متساوي الاضلاع. ايه هي مساحه المثلث؟ مساحه المثلث كتير معايا كده، بس انا بشيل على حاجه غير الدهاني. مساحه المثلث اللي هنا شايل عليها الاضلاع نص حاصل ضرب قيد العين في جيب الزاويه بينهم، يعني نص في 1 في 1. طبعا المثلث ده مثلث متساوي الاضلاع، فاي زاويه هنا هتكون بكام؟ ب 60، يبقى جا 60، يعني نص في 1 في 1 ب 1 جا 60، جذر 3 على 2، يبقى الحل معايا جذر 3 على كام؟ على 4. يبقى خلي بالك معايا مساحه المثلث انا ممكن استخدم بعد فيهم هنا الثلاث اضلاع معايا، بس الافضل طبعا متاح معايا اللي هي نص حاصل ضرب العين في جيب الزاويه بينهم. السؤال الثاني في ال 30 بيقول لي بقى نون لام را بيساوي 12 تباديل، فإن مجموع قيم نون و الممكنة هنا أنا عندي سردينة بتساوي تبقى كام؟ 12. أعمل إيه بقى عشان أقدر أجيب الكميات أو القيم المتاحة لنون و اللي تدعم النتيجة 12؟ أجعل 12 وأحللها. خلي بالك لازم أحللها العوامل الأولية 2 3 5 7 11 13 زي ما أنتوا عارفين. 210 ده عايز زوج مؤكد مؤكد بيجيب لك اسمها 2 210 على 2 فيها 105. 105 طالما الواحد 5 يبقى هيك القسم على 5، 105 على 5 يديني 21، 21 على 7 يديني 3، 3 على 3 يديني 1، يعني معنى كده ان 210 عباره عن 2 في 5 في 7 في 3. ايه وجه الافاده بقى؟ لان انا هخلي العدد دول عباره عن حاصل ضرب عوامل او اعداد متتاليه، يعني اكبر اصغر اصغر حسب ما يكون معايا. ال 210 دي ممكن تكون عباره عن 210 في 1، يعني كده التبديله بتاعتي 210 وهنا 1 هيديني 210. ممكن هنا اعمل اي حاجه خالص، بص كده ركز شويه كده.